الذهب ما يصدر ويظهر فقط في خمس دقائق. هزاع سالم، هزاع سالم يسجل أول أهداف في المباراة، أول أهداف في المواجهة. لاحظ اللقطة كانت أليمة من ليما، بعد ذلك عادت يا الله على تسديدة، على حضور، على متابعة، على تمريرة، على متابعة ممتازة كانت من هزاع سالم على يسار سرعة ديرسون. ممكن الثاني، 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 هو الثاني، هو الثاني. بالتأكيد أديرسون صاحب الثاني للإمبراطور، هدف ثاني يا إمبراطور. الوصل يتقدم بالهدف الثاني الآن، يضيف الثاني لمصلحته. ارتداد كان سليم، هجمة كانت جميلة، كانت يعني فعالة من ليما. لاحظ الدور الكبير اللي لعبه ليما في هذه اللقطة، قطع الكرة مرة ومرتين وراح هوكوفياني أرسلها لأديرسون. أديرسون بعد ذلك هيئها لمصلحة ليما، 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 وضربة أليمة في مرمى عادل الحوسني. الوصل يتقدم بالثاني الآن، وتتأزم أمور الوحدة، تتأزم أمور أصحاب السعادة. إذا ليما يسجل الثاني في هذه المباراة، والإمبراطور الوسطاوي من خلال المنتصف هو وليما وعلي سلمين اللي بيمر ويرسل كورة خطيرة. ممكن جول، الله، مستحيل، مستحيل يا إمبراطور، مستحيل. ما الذي تفعل في هذه المباراة؟ رفقا بالوحدة، رفقا يا كايو، رفقا. ما الذي فعلتموه؟ ثلاثة أهداف في 40 دقيقة. كايو بيمر، كايو بيسجل هدف ثالث للإمبراطور الوسطاوي. ممكن تكون كبيرة يا وحدوية، ممكن يعني تتأزم يا وحدوية. الله يا كايو، مرور ممتاز، هدف في المرمى. تتحرك الشباك، والشباك على موعد، على موعد مع أصحاب الأرض في هذه المباراة.